رادوي وفرصة التقدم. رادوي الروماني في مواجهة حارس المرمى خالد السناني في هذه الكرة. رادوي يتقدم، رادوي جول جول، هدف أول في المباراة عن طريق الروماني رادوي في الدقيقة 20. فريق العين يتقدم عن طريق رادوي بركلة جزاء، هدف أول في هذه المباراة وبداية سريعة في هذا اللقاء. شوف رادوي تقدم بثقة كبيرة حقيقة في اللقطة الماضية ووضع الكرة على يمين حارس المرمى خالد السناني ليعلن عن تقدم فريق العين، وبالتالي 1-0. 1-0، هدف من شأنه أن يعطي للمباراة مع نجم ومع اسم كبير بحجم أوليفييرا في خط المقدمة، هكذا يتحدث عبد الله قاسم. بينما هنا رادوي صاحب هدف المباراة الوحيد حتى الآن في هذه المباراة، 70 أي على بعد 20 دقيقة من النهاية. رادوي كالعادة على التنفيذ، رادوي وخالد السناني في اختبار حقيقي في مرتين أمام رادوي حقيقة في هذه المباراة. رادوي الروماني، رادوي يتقدم في هذه الكرة، رادوي 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 جول، هدف تعديل النتيجة، هو الهدف الرابع في هذه المباراة. 2-2، لقاءات الفريقين دائما ما تكون مليئة بالأهداف وتستمر من خلال هذا اللقاء. إذا ركلة الجزاء تنفذ للمرة الثانية بنجاح عن طريق الروماني رادوي، واثنين اثنين الجزيرة والعين، اثنين اثنين الجزيرة والعين. دائما حبايب التعديل من مدافعي فريق الجزيرة حقيقة صالح مشي. 3-2، ويبدو بأنها 3 نقاط جديدة للزعيم، إلا إذا جد جديد في الدقائق المتبقية. رادوي كان صاحب هدفين من ركلتي جزاء في هذا المساء. رادوي يتقدم، كرة ملعوبة، يا سلام يا سلام يا رادوي، ماذا تفعل يا رادوي؟ هو مستغرب كيف وضعها في اللقطة الماضية. رادوي بهدف من أجمل أهدافه منذ قدومه إلى فريق العين، هدف رابع لكن هدف جميل. كنت أتحدث عن أن صاحب هدفين من ركلتي جزاء، لكنه في الخطأ وفي الكرة الماضية، هدف جميل في اللقطة الماضية. شوف رادوي حطها في الزاوية الصعبة المستحيلة على حارس المرمى خالد السناني، وبالتالي الهدف الرابع، الهدف الرابع. العين يسجل الهدف الرابع، 4-2. تحولت إلى ركلة مرمى، هذه الكرة وهذا هو الخطأ، يعني يقول لك كيف حطيتها. رادوي في اللقطة الماضية لاعب على فكرة، إذا يكون في يومه أعتقد بأن يكون لاعب مؤثر حقيقة اللاعب رادوي. بينما هنا الجماهير العينوية سعيدة بهذا الانتصار.